وش معنى معرض إكسبو في الرياض؟ أنا كمقيم في الرياض، أنا كسعودي في المملكة العربية السعودية، أو أنا كمستثمر خارجي، وين فرصي؟ وين فرص أبنائي؟ كيف أخطط لهذه المرحلة؟ فكرة منطقية ولا مجنونة؟ لا أبداً ما هي مجنونة. أولاً شكراً للاستضافة، وأهني الوطن الغالي حقيقةً بهذا الفوز. نعم. اللي أنا أعتبره يعني فوز كاسح حقيقةً، وأقول لك ليش. ليش؟ إيه؟ وعلى رأس ذلك طبعاً القيادة الرشيدة، يعني لأنه هذه حقيقة تظاهرة عالمية. نعم. تاريخها إلى عام 1851، هي فعلاً بدأت في 1928، لكن حقيقة بدأت تأخذ طابعها الرسمي في أول معرض أقيم في لندن. طبعاً هذه التظاهرة حقيقة يعني تظاهرة يغلب عليها الاختراعات في واقع الأمر. يعني نرجع للتاريخ، مثلاً برج إيفل كان أحد نتاج هذا تاريخ البدايات. البدايات. وأيضاً مثلاً مترو فرنسا كان أحد هذا، مترو كندا، برج الحرية، وقس على ذلك وبرج الحرية. إيه. وكثير أو تمثال الحرية والهاتف إلى آخره. حتى نعم. الغذاء يعني نتج من رحم هذه التظاهرة. استضافتنا حقيقة ساحقة بكل ما تحمل كلمة معنى، لأنه لأول مرة من 20 عام نفوز، والفوتينج أو تصويت يكون من جولة واحدة. عادة يأخذ جولة جولتين، هذا واحد طبعا. وأعلى أصوات 119 صوت مقابل يعني صديقنا دولة كوريا ب 29 صوت، وصديقنا الآخر روما أو إيطاليا ب 27 صوت. فإذا الفارق كبير جدا. دون أدنى شك كما قلت هي تظاهرة، أنت تقول ما اقتصادية، لا أنا أقول هي اقتصادية بعمق، ليس تحيزا للاقتصاد، لكن هي تحمي زي ما قلت أنا الاختراعات. لا أنا ما أقول ما هي اقتصادية، أنا أقول ما أبغى الحلقة اقتصادية. لا أوكي، إذن اتفقنا حقيقة يعني. فهي حقيقة يعني مكسب مستحق للمملكة العربية السعودية، وفوز مستحق لها. لكن الجميل في ذلك أنها تتواكب مع تتويجنا، ويمكن أنت في البداية قلت هذا الكلام، مع تتويجنا لمخرجاتنا ولمنجزاتنا لرؤية 2030 بإذن الله. وكان هذا هو حقيقة يعني القدرة على أننا نتزامن مع لأن نحتفل احتفالين، لأنها كنت تأثيرها كبير نفسيا سياسيا اقتصاديا في كل المناحي. صحيح، لأنك أنت بتتكلم تقريبا عن بناء مدينة كاملة، تتكلم على أكثر من 6 مليون متر مربع. فهذا يعني تبغى تقول مدينة، تبغى تقول مدينة صغيرة، كبيرة جدا حقيقة. وهذا اللي أنا أبغى أفهمه، لأنه ذا حيترتب عليه في القطاع الوظيفي، حيترتب عليه في التعليم، حيترتب عليه في الخدمات، ولا لا؟ طبعا المواصلات طبعاً. أبغى المشاهد والمشاهدة يقول أوه هذه فرصتي، شكرا أستاذ طلعت، هذه فرصتي، هذه فرصة صحيح. أبنائي صحيح. أبغى المشاهد والمشاهدة يشوف الحلقة هذه ويلتفت على ابنه وبنته ويقول له يا ابني ولا يا بنتي خطط لك. أنا عملتها مع أولادي. صحيح. اللي في ذا السن. نعم. بقول لهم نعم. دي فرصتكم، جيلي أنا. خلينا نتكلم من أصغر أنا ولا أنت لسه شباب. طيب. جيلي أنا إيش تبي تصير؟ والله لما أكبر أبغى أصير زي أبوي ولا زي بابا، أو طيار أو طبيب، يعني تدنى على الكلمة، أو مهندس يعني. اليوم لا، عرفت علي كيف؟ تفضل تقول لي بناء شبه مدينة. طبعا يعني نحن نتكلم اليوم، مثلا لو افترضنا اليوم دائما يدخل الجامعة أو حتى في الثانوية العامة، 6 سنوات تفصله وحولها عن الحدث. نعم. وبالتالي هو من الآن أنا أقول وظيفته مضمونة ومهنته مضمونة، لأن زي ما حضرتك تفضلت يعني هي تحمل كل جوانب الحياة. طبعا أنا كمواطن كمقيم، إلا يعني حتى المتقاعدين اليوم زي حكايتي يعني حيجدوا فرصة جميلة لجودة الحياة، لأنه في حيكون تحسن كبير في جودة الحياة دون أدنى شك، وهذا ضمن برنامج رؤية المملكة 2030. لكن اليوم أنا كان خريج من الجامعة بعد 6-7 سنوات، يعني حلاقي فرص لا حصر لها حقيقة في اختيار وظيفتي. ما عاد اليوم حطلع زي الوالد، مع أنه نحترم وظائف أبائنا وأجدادنا وكذا، لكن اليوم لازم يعني نوافق ونتأكد بأنه العمل تغير، المهارات تغيرت. يعني خلينا أعطيك مثل، اليوم التوجه للأتمتة والارتفيشال انتليجنس وما يعرف بالذكاء الصناعي الاصطناعي، يتوقع خلال 5 سنوات القادمة يكون هناك 69 مليون وظيفة تخلق للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم العالمي ولو ابتعدنا كثيرا 133 مليون وظيفة على مستوى العالم. إذا هناك مجال كثير في التقنيات، سيما أن المعرض هذا كما قلت هو هب أو هو موطن للابتكارات.
وزي ما قلنا كثير من الابتكارات خرجت من رحم هذا المعرض. فأعتقد حتى اليوم الشباب الصغير اللي هو في مقتبل العمر وقريبا أن يتخرج يجب أن يركز ويضع خطة أو ما يعرف بالبلان من اليوم ماذا سيعمل. وزي ما حضرتك تفضلت في المقدمة قطاع الخدمات سيعمل بأقصى ما مات. قطاع الضيافة والإيواء هذا مهم جدا. أنت تتكلم على 40 مليون شخص حيجيك في المملكة. خليني أعطي ملاحظة. دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي لما حصل إكسبو طبعا كان صادف لسوء الحظ أنه كانت الكوفيد 19 أيوة فتأخر. على الرغم من ذلك 24 مليون زائر. صحيح صحيح. والمعرض مدته 6 شهور. صحيح.